ازيكم؟ اصحابنا النهاردة جايبين لكم لعبة البيبي، نغير له الحفاظة، نجيبها له، نحط له بامبس جديد، نقفله، نلبسه شراب بالبيبي، نشبله بالفوطة. واو، بنشفله بالفوطة جامد 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 جامد. دي اصحابنا، قربنا نخلص. خلصنا البودرة من عشان النونو، ونتعاكله بإيدينا، والدواء والبرهم نتعاكله بإيدينا للبيبي الجميل ده. نقيس درجة حرارته، درجة حرارته تام 180. وهو نديله دواء شربه، نديله قطرة في عينيه التانية، نديله بزازة كده بقى حلو. يا اصحاب تعالوا نشوف الحلقة التانية. ترى الهدوم دي، ترى نحط ده هنا، ده هنا، ده هنا 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 هنا. اوه خلصنا، يلا نفتح الغسالة نحط الهدوم، نقفلها تاني، ندوس على الزرار. واو بتغسل تحو، نحط الهدوم هنا اهو، نشلها. نحط الهدوم تاني في الغسالة، نقفلها. يطرى تغسل امتى؟ يطرى يطرى. خلاص فتحناها، يلا ننشره كده. خلاص يلا نشوف الحلقة التانية. نحطهم نكويها، كوينا فهدنا نودي فيها. يلا يلا بسرعة 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 بسرعة، كوينا الفلين ده، ندور البطلون نكويه، كوينا البطلون، دور الفلين البيض الحلوة دي، يترو هنكوي كويناها. يلا بينا نشوف تانية فلنة جميلة. واو كويناها، مش حاجة تاني. يلا بينا نشوف الحلقة التانية. واو نجمع، سهلة جدا يا أصحاب، سهلة جدا. نحط ديت هنا ديت هنا. واو خلصنا، اديله ببرونة. واو ادينا له ببرونة، يلا نعمل له اللبن. بصوا انا لوحدي اصحابنا، وجايبه لكم حيكه، والمره الثانيه هيكون معايا نينا. صحي اصحابنا، يلا بينا نرضع البيبي، ناكله. مام اللي دي في السوبامية، بعد كده الخلاط كده خلصت. يلا بقى نجيب المعلقة، يلا نأكله. هم يا جمل، هم يا جمل، هم يا جمل. هاي هو بيشبعش يا أصحابنا؟ انت بتشبعش أكل؟ بتشبعش أكل؟ لازم ياكل كتير قوي. انت شبعتي؟ انت شبعتي؟ شبعت. يلا بينا نشوف الحلقة التانية.
بص اصحنا ونفتح النهار كي شوفوا نعمله ايه. ايه ده كبر يا اصحابنا، ده كبر. واو، نعمل اسنانه تك تك تك، ننضف له تك 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 تك، ننضفها له كده كده. قرونا خلص سنان وبقت نضيفة. نجيب الشنطة نفتحها، نحط له الكتب. واو، اصحابنا نحط له كل حاجة. خلصنا هالو. واو، نعمل الشندوتشات للمدرسة، نحط لها دي هنا. واو، نحط دي هنا، نحط الفلفل هنا، الفلفل، نحط الجبنة هنا، روم. وكده سندوتش يتعمل. نقطة الجزمة ننضفها، ندفعه للمدرسة، نحط له ديت عشان البقع. نغسلها له. خلاص كده بقت في اذن يا اصحابنا. يلا يا اصحابنا سلامة، تنشوش اشتراكات واللايكات مع قناة النواهات عيلة شقية جدا، بحبكم كتير.